الثمن اخي شنو نقول لك؟ دابا تقريبا سنه ودايره بثمن نفس الثمن اللي هو 135 سنتيم 27 ريال بالريال. الثمن شنو نقول لك؟ الثمن هذا لقيته هو ولكن مرشح للارتفاع ضروري في الفتره في السنه شعبان رمضان تكون واحد الاقبال كبير اللي من المرشح بان البيض مازال يرتفع في الثمن. هو كاين نوع واحد تقريبا اللي هو بالنسبه للمئويه كبيره اللي كاين هو البيض الغليظ، البيض الجو، البيض حمار عادي رومي هو اللي كيشمشى، البيض مليح بجوده عاليه. حنا الثمن حنا باش كنبيعوه للناس اللي تيليفريو البيض كنبيعوه ب 105 تقريبا 27 ريال و2 سنتيم اللي هي 137 سنتيم باش كيديو هادو الناس اللي كيليفريو. الناس اللي كيبيعوا عاوتاني الحوانت كيبيعوا ب 142 عند مول الحانوت تقدر تلقى ب 130 والفوق على حسب المنطقه على حسب الحي. خي البلدي شويه منخفض في الثمن، البلدي كان داير 2 درهم ونص، حاليا داير 2 درهم. الثمن اللي كاين دابا 2 درهم تقريبا منخفض واحد 50 سنتيم اللي هي 10 ريال، وبالحكم داكشي على حسب العرض والطلب. العرض اللي كاين دابا مقارنه مع رمضان ما شعبان تيكون واحد الطلب اللي هو كبير، لا ضروري تقريبا ترشيحات كلها تقول بان الرباط غادي يتزاد لان داكشي معروف العرض الطلب. الطلب كاين دابا كثير، الطلب كاين طلب محلي زعما ما كاينش شي تصدير ولا شي حاجه، اللي هو طلب محلي محط في المغرب. الرباط كيتسارك بكثره حاليا، كيتسارك بكثره ما بالك في رمضان راه ضروري غادي يتزاد في الثمن. وشوف هادشي قلت لك انا على حسب العرض والطلب. انا تنقول لك دابا الطلب محلي كاين هنا في المغرب كيتمشى البيض بواحد الكثره. الا جينا نهضروا على سبب الارتفاع استثنينا بان مثلا المواد الاوليه غاليه، استثنينا مثلا التصدير، استثنينا كل شيء. حنا دابا ما كاينش التصدير، هادشي راه معروف عند كل شيء. هو ان نقدروا نقولوا المواطن هو السبب الاول في الغلاء، لان كيستهلك البيض بواحد الفتره اللي هي واحد الكميه اللي هي كبيره. اذا نقدر نحمل انا المواطن ونقول هو السبب في هذا الارتفاع، لان كاين طلب كثير، طلب كثر من العرض كما تنقول لك. حنا براسنا دابا حنا مسالين السلعه كنسينوا الكاميون من الصباح يلا يجي باش يلا نلبيو الطلبيات ديال الناس. يعني راه كاين واحد الطالب اللي هادشي واضح، دونك تقدر تقول الاستهلاك، تقدر تقول المهم هادشي ابار مثلا الربح ديال مول الفيرما ولا البيض غالي بزاف ولا هادشي معروف معروف الثمن غالي بزاف والبيض مرتفع بزاف، ولكن ما عندنا ما نديرو. عاد قلت لك زعما ارتفاع راه باين، ارتفاع راه المواطن الدرجه الاولى. يعني هاد البيض هذا فين غيمشي؟ هاد البيض هذا كيتسالك غير في المغرب، دونك راه ضروري غادي يرتفع. الا جيتي تشوف علاش وشنو هو العوامل، هو الخروج. اذا هاد البيض فين تيخرج؟ كيستهلكو بالدرجه الاولى المواطن المغربي. هادشي اللي كاين. شوف هو البيض كما كنعرفوا حنا كاملين، البيض واحد الماده اللي كتسالك في الفطور بزاف. مادام ان البيض كيتسالك في الفطور بزاف فهو ما عندوش صراحه علاقه كبيره بالخضره. ماشي غير في رمضان، هو في رمضان اكيد تيكون في واحد خصو وجبه رئيسيه كيولي غير في الفطور في الايام العاديه. فطور في الصباح مثلا الزبده ولات غاليه، الزيت غالي، واش زيت الزيتون داير 100 درهم لتر؟ ماشي اي واحد يقدر يشريه. هادشي خلى البيض يتمشى بواحد الدرجه اللي كبيره، وخلى الناس يتهافسوا عليه، اللي خلاه بانه بقى في الثمن ديالو وتنقولوا يقدر يتزاد. وهي شوف هي كما تعرف كلشي الخضره طاحت في الثمن والحمد لله. هادشي هذا الحمد لله عليه، فهمتي؟ وعيه هو تيبقى البيض ماشي بحال الخضره. البيض مصنف واحد التصنيف مثلا في اطار البيض والدواجي، والخضره كتبقى بوحديتها. دونك تنقول ما عندناش حنا علاقه بالخضره، واخا كاين التصدير والحمد لله حيت الخضره طاحت، هادشي نعمه من عند الله سبحانه وتعالى. هادشي اللي كاين. اما بالنسبه للبيض ديال جوج محاح، فخصك تعرف بان البيض ديال جوج محاح كاين واحد الكميه اللي كتكون محدوده. واحد البيض ذو جودة عالية كيتعزل من البيض الغليظ، البيض الممتاز. ماشي كلشي كياكل، ماشي كلشي كيستهلكو، ولكن كتستهلكو واحد الطبقة معينة، هذاك ما تيأثرش علينا حنا، فهمتي؟ كاينة مثلا مليون ديال البيض بجودة عالية، راه كاينة واحد نقولوا حنا كاينة واحد 10,000 ديال البيض ديال جوج محاح ما كتأثرش نسبيا على المواطن. المواطن المشكل اللي عنده فهمت؟
لا انا بحال تاثر عليا انا نسل عليك كاينه تنبيع انا بالدرجه الاولى كنخدم بيض ممتاز كنخدم بيض عادي بيض رومي عادي ما عنديش انا لان الا جيتي تشوف البيض البلدي او بيض السمان او بيض مختلف داكشي كميات قليله ما كتاثرش في السوق هذا كتبقى غير على حسب الشهوه ديال الانسان وكله وكيفاش كيشوف فهمتي كله والمنظور ديالو مثلا كاين اللي باغي ياكل البيض ديال الوز كاين اللي كيبغي البيض ديال البط هاد الماده هاد البيض هذا ما كيكونش موجود موفر كثره واحد الناس العشاقه بوحديتهم الناس ديال الباديه الناس ديال اللي باقي كتقلب داكشي بلدي اما اللي كيتمشى في السوق هو البيض الرومي اللي هو بيض عادي جدا